اكشن. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا أستاذ، إيه السيجارة دي يا أستاذ؟ مش إحنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. أنا آسف يا أستاذ. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ إيه ده؟ انت بتعمل ايه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين، ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذه يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثه يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسه. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هاتولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، والكلام انا حافظه تمام 100 100. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم يا ميتك مدفوعه؟ وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ سايق عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية أهو. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، إديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر. دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطلة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. حضرتك تعرف الممثل ده عم سناوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس بيطلع في كل الافلام والمسلسلات. مره يطلع غلبان، ومره حرامي، ومره لئيم، ومره كماله عدد، لكن المره دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس اكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سردة. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. ما فيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما حرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والسادة الممثلين الكفار يركزوا شوية وياكلوا بنهم وشراهة عشان نخلص ونخلص المشهد ده من أول مرة، عشان نروح، عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحدة والمرة أكشن. يا سادة قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نقتله بالتالي. لا يا راعي، استوب. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ صدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كتخف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت إن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإني يبقى في إيدي بابرة لحمة، فخدة، زن، سمانة، حاجات اللي زي حالتنا ما بيشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي أنت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة 5 نجوم مثلا، كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية ضربها الدم قوي يبقى محل كشري.
واول ما وصلني بقى ان ابو جهل عزم الكفار على الوليمه دي قلت كافر كافر، انا عاوز ابقى كافر بقى. ايوه انا كافر. اجيب لك شاي؟ هعمل معاك شغل كويس على فكره، عشان يعني انت راجل عسل ودغري على فكره، وان شاء الله ربنا يكرمك. انا اسمع برضو ان فخده حلل هالشاي، هات شاي.